بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقلنا ان من وما تساوي كل اسماء الموصول، جاء من اكرمته، وجاءت من اكرمتها، وجاء من اكرمتهما، وجاءتا برضو من اكرمتهما، وجاءوا من اكرمتهما، وجئنا من اكرمتهما. يبقى من دي تساوي ايه؟ ولذلك ابن مالك يقول ومن وما، وقال تساوي ما ذكر، يبقى لفظ واحد. فمرة تلاحظ فيه الإفراد، ومرة تلاحظ فيه التثنية، ومرة تلاحظ فيه الجمع. هنا جاب الأول الإفراد وبعدين جاب إيه؟ جاب الجمع. لا يستوون. طيب، ولا هي كيلة رد لحالة مخصوصة بين مؤمن وبين كافر. طب وإن كانت ردت لحالة واحدة، أم أنك بيدي يدلها العموم لا خصوص السبب؟ يبقى يدي خصوص السبب في مؤمن وفاسق، لأن هما كان واحد قبل واحد، وبعدين يجي عموم الموضوع يدي إيه؟ لا يبدو. يجي بين مين ومين؟ في واحد اسمه الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، حصل جدال بينه وبين علي، فقال الوليد بن عقبة لعلي: أنا أشب منك شبابا، يعني افتروا عنك، وأجلد منك جلدا، وأذرب منك لسانا، وأحد منك سنانا، وأشجع منك وجدانا، وأكثر منك ملأا. فرد عليه علي كرم الله وجهه بعد اللت الطويل دي، فقال له: اسكت يا فاسق، ولا موهبة لفاسق. دي كله ضيعوا ايه؟ انك انت فاسق. ليه؟ قال لي هتاخد اشب شبابا تستعملها في الضلال، مش كده ولا لا؟ والجلد بتاعه تستعمله برضه في الغي، والزربة اللسان بتاعك تزينه في تستعمله في تزين المعصية، والسلام تعمله في ختان من يؤمن. الله! وأشجع منك وجدانا في إن قلبك يبقى كل إيه؟ قسوة. الله! يبقى أنت كل البتاع ده بتاعتك ده هتضيع لأنك إيه؟ اسكت يا فاسق. تبقى مؤمنا وفاسقا، دي مكتوب يعني. يبقى خد الإفراد عشان يراعي سبب الإيه؟ الحدث. وقد لا يستوون على صاد العموم، يديك عموم الموضوع، لان في كثير من الاحكام العبره بعموم الموضوع لا بخصوص السبب. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الحته لا يستوون ده جواب، اكن في سؤال من افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هو جاوب ربنا قال ايه. طب امال ما كان يقول لا يستوي المؤمن والفاسق؟ قال لك لا، في اسلوب اسمه اسلوب الاقناع التاكيدي، وهو ان يجعل الحكم ينطق من المقابل. افرض ان واحد قال لك: انا مريت بازمه وانت ما وقفتش بجنبي. تستطيع ان تقول له: وقفت بجنبك يوم كذا، ووقفت جنبك يوم كذا، خبر منك، والأخبار منك تحتمل أن تصدق وأن تكذب. فتريد منه هو أن يقول: ألم أقف بجانبك يوم كذا؟ بتسأل مين؟ بتسأله. أكنك أنت لا تسأله إلا إذا وثقت إن جوابه لازم هيجي بالمراد، لكن كلامه يبقى حجة منه، إنما كلامك يبقى خبر يحتمل الإيه؟ يحتمل الصدق. فربنا طرح سؤال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ إحنا نفسنا هنقول لا، ما ينفعش. هو برضو أكيد وقال إيه؟
وقال لا يستوي، يعني ان قلت لا يستوي تبقى وافقت مراد ربك، وافقت مراد ربك. وما دام ما يستويش يبقى لكل واحد جزاء يمثله، ما دام افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا وهو قال لا يستوون، خلاص يبقى كل واحد له جزاء. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات يبقى ده عموم من جت ولا لا؟ اما الذين، لان ما دام استثنى مما كان مفردا جمعا يبقى دليل على ان المفرد ده فيه جنس واشياء كتير. لما الحق يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان، الانسان ده مفرد ولا جمع؟ لا في خسر. إلا الذين آمنوا، كيف يستثني من المفرد جماعة؟ ده معنى إن يستثني الذين آمنوا من الإنسان، إن كلمة الإنسان دي تدل على إيه؟ جماعة. على جماعة. الله، يبقى الإنسان يعني كل الاستغراقية، إلا الذين آمنوا وعملوا إيه؟ وهناك بعد ما قال لا يستوون عشان ينقلنا لعموم الموضوع لا يكون السبب، اما جه في التفريع جاب جماعات بقى. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات اللي هم مقابلين مين؟ مؤمن، من كان مؤمنا فلهم جنات المأوى. المأوى هو المكان الذي يلجأ الانسان اليه ليحفظه من كل مكروه. ابن نوح قال ايه؟ اركب معنا. قال له ايه؟ سآوي الى جبل يعصمني من الماء. بيحبه فنوره، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، ونحن والرحم وعملنا السفينة. ولذلك برضه سيدنا نوح البنوة لها ايه؟ لها عاطفة الحنان. وبعدين قال رب ان ابني ايه؟ من اهل. ربنا مش ممكن يتركه على هذه القضية. قال له لا، ابنك مش من أهله، لأن أهلية النبوة مش نسب، أهلية النبوة إيمان وعمل. ومداه ولذلك هيقول إيه في التعليل؟ إنه عمل. يبقى البنوة إيه بقى؟ البنوة عمل مش نسب، مش نسب. يبقى مدام، ولذلك سيدنا رسول الله ما مسكش سلمان الفارسي اللي مش عربي حتى، وقال سلمان مما آل البيت. لا، يبقى البنوة للأنبياء ايه؟ عمل. ويجب أن يتنبه كل نبي إلى أن النبوة دي مش ايه؟ مش نسب. وإن كان النسب ينفع من الآباء إلى الأبناء فمش خصوص الأنبياء، من الكل بقى. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. مش احنا خدنا العمل وخدنا الولد وابوه وعملنا متوسط وشفنا عمل الأب يقضي قضي؟ لا، هو ما نقصناش، بس ادناه كرامة له، ادناه له ايه؟ لبن. يبقى ألحقنا يفيد ان الاب زائد في حاجه، اشتركوا في الايمان، تبقى زياده في ايه؟ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، يبقى الايمان موجود الاثنين. الحقنا، الالحاق يدل على ان الملحق ناقص والملحق بكامل. طب هم كاملين في ايه؟ تبينها لفظة وما ألتناهم من عملهم. يبقى العمل، يبقى اذا كرامه للاباء انه ايه؟ انه ياخد وياهم مين؟ وياهم الايه؟ ولذلك كانوا يقولوا يا اخي ان ربنا بيقول ان مفيش واحد ينتفع بعمل غيره، اذا كان في الاخر لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيء، وكل واحد زي ما يقولوا متعلق من عرقوبه ومفيش واحد غني عنه. اذن احنا بنصلي على الميت ليه؟ ليه بنصلي على الميت؟ هل الصلاة من عمله؟ والصلاة دي إن كان لها فايدة يبقى تشريعها صح، ملهاش فايدة يبقى بس.
وحاشا لله ان يوجد تشريع عبث. يبقى لازم احنا لما نصلي ونستغفر له ونسال الله له لازم يكون لها نتيجه. ما كانش لها نتيجه يبقى التكليف عبث. وان كان لها نتيجه يقول لك او انقطع بشيء من غير عمله نقول له لا افهم كويس. هل صليت على كل ميت مؤمن ولا كافر؟ انت صليت عليه بايه؟ لانه مؤمن وايمانه من عمله. اما الذين امنوا وليه بقى قال لك طب وش معنى يعني الامتياز ده ما ياخذوا اولادهم؟ اما قال لك وليه اللي قال لك ان دي كرامه للاولاد؟ ده معموله كرامه للاباء اللي امنوا عملوا عمل كويس نجيب لهم اولادهم ايامهم نجيب لهم اولادهم من هو؟ قال لك اما ان كانوا غير مكلفين فيبقى كلام طبيعي. ده منزلتهم ايه ما يبقاش مع ابوهم؟ ده منزلتهم ايه يتوقفوا كده في الجنه يمرحوا فيها كما يقولوا؟ ولذلك الاطفال قبل الرب ما لهمش مساكن في الجنه. ده عاميص الجنه. يدخل في اي حته عند سيدنا النبي عند سيدنا محمد. زي ما يجي الراجل معاه الولد الصغير يزورك. هم قاعدين في امان الله في اوضه الجلوس وده يجري هنا ويروح هنا ويقعد هنا ويتنطط هنا وقال له كيفه؟ يبقى دي اسمهم دعاميص الايه؟ دعاميص الايه؟ الجنه. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. طب المأوى اللي احنا قلنا مكان يحفظه من كل مكروه، انت عايز بقى الجنه وتحفظه من النار وقرفها اللي هو فيه ده، عايز اكثر من كده ليه؟ نعم. فلهم جنات الايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى نفس سيدنا عيسى وسيدنا مريم يقول ايه؟ وجعلنا ابن مريم وامه ايه، مش ايتين، ايه، هما الاثنين ايه، لانهم هما الايه انها جابته اللي هو الايه انها من غير ذلك. طيب واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين. ذات قرار يعني فيها ما يمكن ان يستقر به الانسان، ومعين عيب ما يطيب لهم ايه. يعني اذا هيئنا لها الاقامه كما هيئنا لها غذاء النفاس وهزي اليك بجذع النخله. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اهي برضه دي جزاء بما كانوا ايه؟ وبرضه الكلام فيها ينقال هو الكلام اللي هناك ينقال هنا. خلاص كده. ونزلا، النزل هو المكان المعد لينزل فيه الطارئ عليك. ولذلك بيسمي الفنادق ايه؟ الفندق بيسميه نزل. واذا كان نزل بقى البشر بيبقى 5 نجوم و4 نجوم و3 نجوم، مش كده ولا لا؟ وناس بقى يباتوا على السطح وناس يباتوا تحت السلم مثلا. فاذا كان هذا النزل نمره 5 ونمره 4 ونمره 3 من اعداد البشر للبشر، فكيف بالنزل الذي يعده الله لعباده الصالحين؟ اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. واما الذين فسقوا فمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا، هذا النقاط. واما الايه كلمه واما الذين فسقوا جت جماعه، يبقى العبره بعموم الايه الموضوع لا بخصوص السبب. واما الذين فسقوا فمأواهم النار. طب مأواهم، طب ده المأوى ده مكان يجلس فيه الانسان عشان يحفظه مما يكره، مش كده ولا ده الكلام ده كان نازله على كيفه؟ ان كان نازله على ايه ده هو مش نازله على كيف ده. أو مأواهم النار استهزاء، زي فبشرهم بعذاب أليم، لأن البشرى لا تكون إلا بشيء سار. فلما تقول فبشرهم يمكن يقول لك في مغفرة إيه ولا في رحمة ولا في إيه، وما يجي كلمة بإيه؟ بعذاب، تبقى دي تحكم بإيه؟ زي ما قلنا ذق إنك أنت العزيز الإيه؟ الكريم. وأما الذين فسقوا، قلنا فسقوا يعني إيه؟ إحنا خرجوا عن مطلوبات الحق. البلحة لش، البلحة تبقى الأول إيه؟ بلح، وبعدين يقعد بقى لما يكبر وياخد حظه ما يعادش يكبر عن كده، يبقى أخذ حجمه وانتهى. وبعدين يبتدي يجيله حاجة اسمها اللون،
ان كان اصفر يقعد يعفر بصفره، وان كان احمر يعفر بايه؟ خلاص كده. وبعدين بعد ما يستوفي اللون صفارا او حمارا يبقى ياخد حاجه ثانيه، مرحله ثانيه بقى، يرطب. معنى يرطب ايه؟ يلين داخله، والغلاف اللي كان بره ده يبقى ايه؟ القشري. وبعدين احنا لما نيجي ناكل بنقول بنملط ال، مره يجي الجو مساعد فيفضل مرطب، ويجي الجو حر جاف يقوم يضمر القشر عليه وينشف، اهو ده يبقى تمر. وده ما بيجيش بقى الا في الحتت اللي فيها لها مواصفات ايه خاصه، وان كان ما فيهاش المواصفات الخاصه دي يبقى رطب، ينزل رطب. ان انت ما وقعتوش وخدته ايه؟ هو يقع لايه؟ لوحده. انت يقع لوحده بدون هزات اعصار او هواء اذا تم ايه؟ نضجه. ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى: وهزي اليك بجذع النخله يساقط عليك رطبا جنيا. طب وايه حته رطب دي وجنيا؟ ام انك لان يمكن تقول ان الهزه وقعته قبل ما يبقى يستحق الجني، هو رطب جني يعني ايه؟ يعني مستوى رطبيته مستوى، مش الهزه نزلته، لا رطبا ايه؟ جنيا. واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها، الا يخرجوا منها مره ينادى يا مالك ليقضى علينا ايه؟ ربك، قال انكم ايه؟ ماكثون، الى اخره. كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يبقى الاذاقه تعدت ايه؟ تعدت اللسان، لان النار محيطه بهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم ايه؟ ما هي ايه؟ لباس الايه؟ لباس البور، فاذاقها الله لباس الايه؟ عشان التمور والتعميم. ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، لانهم كانوا يكذبون الاصل وهو الرجوع الى الله اللي هو بالحشر ويوم القيامه. بس كده هنأخرهم كده للاخر يبرطعوا في الدنيا، قال لا لا، ولنذيقنهم من العذاب الادنى، الادنى من القريب دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ما دام لعلهم يرجعون يبقى في دار التكليف، في دار التكليف، ما دام لعلهم يرجعون. طب العذاب الادنى يعمل فيهم ايه؟ قال لك الاسر يخافوا من كثره المؤمنين من الذل ومن الهوان. ما ركبش عبد الله بن مسعود على ابو جهل كده، قال عبد الله بن مسعود يركب على ابو جهل يقوم هو يبص له كده يقول له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، انت في ولا في ايه؟ يعني ازاي انت يا رويع مش راعي؟ رويع هي الغنم يعني وتيجي فوق كده. نعم. ولنذيقنهم من العذاب الادنى اي الاقرب قبل العذاب الايه؟ الاكبر. العذاب الاكبر اللي هو ايه؟ اللي هو عذاب الاخره، لان عذاب اكبر ملوش طرفه. لعلهم يرجعون. طب احنا قلنا ان لعل من الله رجاء في الفعل، ولم يرجعوا، يبقى ازاي تكون لعل من الله رجاء في الفعل؟ ما ربنا يرجو ان حاجه تتعمل كده وما تتعملش. هم قال لك لا، لعل رجاء في الفعل ان كان الفعل من الله وحده، لكن ان كان الفعل من قسمه الاختيار يبقى ملوش هو دعوه بها، يبقى ملوش ايه؟ يبقى دي من قسم الاختيار، انما عمل من الله كده. ولذلك احنا قلنا ايه زمان كلمه لعل، لعل فلان يعطف عليك ويعمل لك الشيء الفلاني، مين اللي قاله؟ قالش، ومحدش قال ان لعل مني تؤكد ولا تعمل الفعل، لان ما املكش حاجه ويمكن ما يعمل لكش،
خلاص. طب ادخل في باب الامكان ايه؟ لعلي اعطف عليك واصنع لك كذا وكذا، تبقى دي قربت شويه ولا ما هي؟ يبقى لعل فلان بعيد، لعلي انا املك مساله شويه اقدر اعمل. خلاص. فاذا قلت انا لعل الله يفعل لك، يبقى ادخل في باب الامكان، بس انا اللي قلته مش كده. فاذا قال الله لك لعلك ترضى، يبقى لازم تحقق. يبقى اذا لعل لها كم مرحله؟ المرحله الاولى ان يقولها المساوي للمساوي، وعلى لغير المساوي ثلاثه هم، انا اقولها لك ان لعل فلان يعمل لك الشيء الفلاني، واقول لك مره اخرى لعلي افعل لك. يبقى المهم ادخل في باب الامكان التالي. انا بقول لا فلان ولا لعل الله، لا فلان ولا لي، لعل الله، يبقى ادخل اي في باب الامكان. فاذا كان الله هو الذي يقول، يبقى هل يوجد شيء يصادم مراده؟ يبقى لعل من الله اطماع ورجاء اذا كان الفعل منه. انما كان الفعل من المكلف يبقى عرضة، يحصل ولا ما يحصل؟ ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. من أظلم؟ ساعة ما يسأل الحق بيسألني والأمر ضد ذمتكم يا عبادي، قولوا لي هل يوجد أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم يعرض عنها؟ أكيد من المنطق الطبيعي إنه لا أحد، ما فيش أظلم من ده. كان يقولها خبر، يقول لك يبقى خبر، إنما أنا عايزها منك أنت، عايزها منك أنت. ومن أظلم، يبقى لا أحد ممن ذكر بآيات، ذكر كأن رسالات دي تذكير، قال لك كل رسالات الله لخلق الله تذكير بعهد الإيمان اللي قال ألست بربكم. ولذلك بنقول في الآية وإذ أخذ إيه ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على ألست بربكم، وجابها بالنافي، قالوا بلى أنت ربنا. قال لهم أنا بقربكم دلوقتي عشان أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذن النقطة أو الذرة في كل إنسان كما قلنا التي شهدت خلق الله للإنسان بيديه، وشهادة الذر وشهادتنا في عالم الذر بأن الله هو الإله، يبقى الرسل ده عشان تعمل ايه بقى؟ بتذكرني. واحنا قلنا علشان يفضل إشراقات الذرة في نفسك وبقي مهما طال الزمن، شوف ربنا قال لك غذي هذه الذرة بإيه؟ غذيها بالحلال علشان يفضل اشراق الذره اللي فيك، وعودها الطاعه عشان ما تنساهاش. فاذا انت فعلت فيها فقد زكيتها، قد افلح من ايه وقد خاب من ايه من دساها. ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في منية من لقائه. يا سلام. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في منية من لقائه. لقاء ايه؟ لقاء موسى ولا لقاء الكتاب؟ طب نشوف. أم قال لك إن كان لقاء موسى يبقى ده تبشير بأن الله سيجمع بين سيدنا رسول الله وهو حي بقانون الأحياء بموسى الميت بقانون الأموات، وده لا يتأتى إلا إذا كان صدق حديث الإسراء والمعراج في أنه التقى. ولذلك توجد آيات في القرآن يجب أننا نفهمها ونقف عندها بيقظة. إيه الآية دي؟ واسأل من أرسلنا
من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله تكليف من الله لمحمد انه يسأل الرسل. طب متى يسأله الله؟ يبقى دي تنبئ بأنه لازم حيلتقم بقى دي لقاء بموسى ودي لقاء بمين؟ بكل رسل. إذا من الحديث لما يقول لك اجتمع وصلى به وقعد وضحوا يبقى صدق ولا ما صدقش؟ طيب هذا إذا كان موسى. أما إذا كان الكتاب، فالكتاب قالوا عليه محرف ومبدل وزيد عليه وكتب منه، مش احنا قلنا المراحل؟ لأنه بكتاب عند قلنا بكتاب إيه؟ منير، مش كتاب مظلم. ومظلم يعني إيه؟ قلنا فنسوا حظا مما ذكروا به. خلاص؟ طب واللي ما نسيوه إيه؟ لا، كتموا بعضه. واللي ما كتموه إيه؟ حرفوه. وهل وقفوا عند هذا ولا جابوا حاجات من عندهم وقالوا هي من التوراة؟ شوف كم بقى المسألة. طب هتقوم بلقاء إيه؟ الكتاب اللي الان قال لك هيجي لك ناس وقد كان من الذين يعرفون التوراة بلا تحريف ويسرون اليك بها ويقول عرفناه كما عرفنا ابناءنا ومعرفتنا لمحمد اشد. وسيدنا عبد الله بن سلام عارف اليهود قال لهم انتوا كنتوا بتستفتحوا بي على الذين كفروا، طب ليه لما جه بقى؟ طب ده انتوا كنتوا بتقولوا كل كفار مكه واللي بيعبدوا الاصنام. سيأطل زمان نبي يأتي فنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. مش جاني كنتم تقولوه وجايين من البلاد اللي اضطهدت فيه وقاعدين في يثرب عشان تنتظروا مقدم هذا النبي. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طب ازاي بقى؟ فلا تكن في مرية من لقائه، لقاء موسى قلناه. طب ولقاء الكتاب؟ أم قالك هيجي لك ناس بقى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وإيه؟ الله. وحيجي لك ابن سلام وغيره ويقولوا لك اليهود دول قوم بط. بط يعني إيه؟ يعني بيشحن في الكذب. كويس كده؟ حيجي لك ويقول لك أنا أريد أن أسلم، ولكني إن أسلمت قبل ان تسال عني اليهود هيقولك ده يقولوا فيا زي ما بنقول في الليل يقولوا فيا القطط الفطسانه. فانا عايز اريد منك يا رسول الله ان تسالهم عني قبل ان اعلن اسلامي. فلما اجتمعوا قال ما تقولون في ابن سلام سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا، وقعدوا بقى يقولوا. فقام صاحبنا بقى قال له أما وقد قالوا ما قالوا يا رسول الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال له ده ابني كذا وابني كذا وابني كذا. أم ضحك وقال له ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بهت. نعم أهدي بلقائه. يبقى بلقاء الكتاب ولا بلقاء موسى؟ ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية أي في شك من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل. واحنا ما بنزلش فيهم ده فيهم ناس كويسين بدليل ان ربنا بالعداله قال ايه؟ من اهل الكتاب امه قائمه، مش كده؟ يتلون ايات الله ايه؟ وقال الايه اللي احنا قلناها اللي قلناها قبل كده فمن ايه؟ قل امنوا او لا ايه؟ تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم ايه؟ قلناها ايه؟ يبقى اذا ومنهم من ان تامنه بدينار بقنطار يؤديه إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه. ربنا أنصفهم ولا لا؟ بالله لو أن الأمر في اليهود وفي أهل الكتاب كان عام منهم كذا وإنهم كذا دم كله وشتيمة، الناس اللي بيحدثهم نفسهم على أن يسلموا وإن الرسول ده صادق يقولوا أيها عم محمد يا أخواتي ده احنا بنفكر إننا مسلم ويقول علينا كده ليه؟ إنما لما يقول منهم ومنهم يبقى عمل نظرية الاحتمال، نظرية الاحتمال. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. بس في إيتاء عن إيتاء، فيه إيتاء منهج وفي إيتاء معجزة.
وفي إيتاء لكتاب موقوت لزمن موقوت وقوم موقوتين، وإيتاء لكل الأزمان ولكل الإيه الأمكنة، ومنهج وإعجاب في كتاب واحد. وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإيقان احنا قلنا الإيمان الذي لا يتزعزع ولا يطفو إلى العقل ليبحث من جديد، مسألة انتهينا منه خلاص. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. إن ربك هو يفصل، طب إلا الأسلوب كان يقول إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة، مش يمشي الأسلوب، جاب هو ليه؟ إن ربك هو يفصل بينهم. قال لك هو دي تيجي عشان تأكيد اختصاص، يبقى ما فيش فصل في الآخرة إلا لله. لمن الملك اليوم؟ ما فيش غير كده. قال هو يفصل، يمكن تظن إن الناس اللي كانوا الملائكة اللي لهم مثلا بيعملوا أشياء في الدنيا مدبرة أمر وحفظة وبتاعها يبقى لهم كلام، لا هو اللي هيفصل ده هو بس. ولما يجيب هو دي تبقى بتقطع الشك في وجود الغير. شوف سيدنا إبراهيم لما قال على الأصنام فإنهم عدو لي، اللي هي الايه الأصنام، فإنهم عدو لي. الأصنام كانوا بيعملوها شركاء لله، إلا رب العالمين إنهم عدو لي، إلا مين؟ رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي ايه هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت والذي يميتني ثم يحييني. من نجد ان هو دخلت في بعض الاشياء ولم تدخل في البعض الاخر. فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني، ما يجيبش هو خلقني، لان دي ما حدش بيقولها. ان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله، يبقى مش عايز اكدها ليه، ده ما حدش قال غيره، يبقى دي ما تجيش. الذي خلقني فهو يهدين، لان يمكن واحد بس يقول لك انا هعمل لكم قانون يحكمكم وينصفكم ويعمل لكم ومش عارف ايه بتاعه يدعيه، يبقى دي تدعى. انما الخلق ما حدش ادعاه، فمش في حاجه الى تاكيد. انما الهدايه بالقوانين ايه تدعى، يبقى هو يهدي. والذي هو يطعمني وهو مالك، لان انت يمكن تبص تقول ابوك وامك هم اللي عمالين يجيبوا لك الطعام والشراب ومش عارف ايه وبتاع، يبقى ده امر ايه يجب ان يؤكد، يبقى اللي فيه شك يؤكد والمسلم ما يبقاش فيه ايه. والذي ايه واذا مرضت، يمكن انت تقول ده الدكتور ده ناصح يا سلام، عارف الدواء وعارف مش عارف الايه، اما قال لك اوعى تقول كده، المريض الطبيب يعالج فقط والله يشفي. هذا الفرق بين الاثنين. نعم، يبقى اذا والذي يميتني ثم يحيي، ما قالش هو لان ما فيش حد بيقول في غير كده. الله، اذا ما في ما ليس فيه شك يجيبه من غير تاكيد، واللي فيه شبهة شك يجيب هو عشان ايه يأكدها. ان ربك هو يفصل بينهم. والشك يجي منين في حياة الفصل ده عشان يأكده؟ قال لك لان الله سبحانه وتعالى عمل مدبرات امر من الملائكة، المدبرات ايه امر، وعمل له معقبات من بين يديه ايه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، تبعا لامر الله فيه. يمكن يفهم بقى ان دول برضه لهم مهمه، ولو يبقوا ايه خالف الجنه لا، ومالوش الفصل لمين؟ لله. نعم، ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه، ما قالش ان الله يفصل، كلمه ربك، شوف كلمه ربك والاضافه له، بقول له اطمن ده اللي هيفصل ربك انت، اطمن قوي اللي هيفصل مين؟ ربك. ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون، لان الفصل لا يكون الا عن نزاع
والنزاع لا بد ان يكون عن قضية او اي شيء ونريد مرجعا من حكم ايه من حكم حاكم. اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يهدي لهم يقول لك هذا فلان دليله في المشي. واحد ما يعرفش سكه وبعدين جه واحد قال انا اعرفها تعال اما ايه ادلك ادلك بايه بالفعل مش بالمشوره يعني خد دي وروح هنا وتعالى على اليمين والشمال وبتاع يبقى ايه تعالى اما ايه اما وصل يبقى اسمه ايه الدليل. الدليل للهدايه في طريق لا تعلمه انت. ولذلك لما سئل سيدنا ابو بكر عن سيدنا رسول الله وهو رفيقه في الهجره قال له مين دي مش عايز يبقى كذاب ومش عايز يبقى صدق لان صدق يمكن دول من الجماعه اللي هياخدوا الجوع عشان يجيبوا محمد ويرجعوه ومش عايز يبقى كذاب. قال له هادم يهديني الله الرجل فهم هادم يهديني يعني ايه الطريق زي الدليل زي اللي رايقد هو اسمه رايقد برضه مثلا هادم يهديني ونفد منها ولا ما نفدش نفد منها. اولم يهدي له ان يبين الدليل على الخير لهم يبين لهم الذي يدلهم على الخير بين لهم. قال ايه اولم يهدي لهم يعني يبين لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون فين عاد فين ثمود فين قوم لوط فين فرعنه الذين طغوا في البلاد وعملوا مش عارف ايه كل ده قلناه لهم ما كانوش يجب يتنبهم الى اننا لم يستعص علينا كافر ولا ذو لدد كلهم ده. وانكم لتمرون عليهم مصبحين وانتوا في طريقكم الى الشام ايه بتشوفوا الحكايه دي وتشوفوا اثارهم وانكم لتمرون عليهم ايه مصبحين يا ما خدتوش لكم عبره من هذا وكلمه كم معناها كثير جدا والى لقاء اخر.